أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد على موكب توديع البعثة العسكرية التونسية التي ستشارك بالوحدة الجوية للتدخل السريع في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة بجمهورية إفريقيا الوسطى. وأكد الرئيس التونسي أن تونس تؤمن بالأمن والسلم في الداخل وفي الخارج، مشددا على أن مشاركة القوات العسكرية التونسية تحمل معاني كثيرة، من بينها مواصلة مؤسسات الدولة التونسية عملها على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها تونس.